نشوى السكري. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكل من يتابعنا الآن سواء من الراديو أو من الجوال أو من موقعنا على الإنترنت. تحية لكل مستمعي ألف ألف أف أم الموجة السعودية. حياكم الله في برنامج طبابة، معايا أنا نشوى السكري اللي حكون معاكم إلى الساعة 2 بعد الظهر على الهواء مباشرة، وموضوع طبي جديد مع ضيف مميز من ضيوف طبابة. إذا حابين تتواصلوا معنا أعزائي المستمعين بإمكانكم التواصل من خلال عيادة طبابة بالاتصال على هاتف البرنامج 012-61-61-100 أو إرسال رسائلكم على واتس البرنامج 055-66-89-01. تقدروا كمان تتواصلوا معنا من خلال حسابات ألف ألف أف أم على السوشيال ميديا، فيسبوك، إنستغرام، تويتر واليوتيوب. حلقتنا هتكون متاحة بإذن الله تعالى خلال 24 ساعة، وهتلاقوها موجودة على قناتنا على اليوتيوب ألف ألف أف أم. موضوع حلقتنا اليوم موضوع يهمنا كلنا. أحيانا نشوف ناس تاكل ما شاء الله تبارك الله، تاكل ما تخلي شيء وما يزيد وزنهم، ما شاء الله نحيفين محافظين على الوزن ما تعرف كيف. وفي ناس تانية سبحان الله يقول لك أنا إذا شربت موية أسمن، ما أدري أنا الهواء إذا مر علي يزيد وزني. طب إيش السر؟ ليش في ناس تأكل كل حاجة وما تخلي حاجة لا لها ولا لغيرها؟ يأكلوا كل شيء يقدروا عليه وما شاء الله نحيفين ما يبين عليهم، حتى يقولوهم يا أخي وين الأكل يروح؟ هذه يمكن الجملة الدارجة دائما نقولها. وفي ناس ثانية بس تشتهي تأكل أكلة بسيطة، كمية بسيطة، بس عارفة أنه إذا أكلها لقمة واحدة هذه تحولت في الجسم دهون وتراكمت أشياء ويزعل وما يعرف كيف بعد كده يتخلص منها. إيش السر؟ إيش أنواع الأجسام اللي بتخلي فيه بعض الناس يسمنوا وبعض الناس ما يسمنوا؟ السر في الحرق. أنواع الأجسام في حرق الدهون يمكن مصطلح جديد عند البعض بيطرح العديد من التساؤلات. هل بيختلف حرق الدهون من جسم لآخر؟ نعم، كل جسم له معدل معين لحرق الدهون وخسارة الشحوم المتراكمة اللي بيمتلكها. بعض الأجسام بتكون عنيدة في خسارة الدهون، وبعض الأجسام تخسرها بسرعة، وبعضها الآخر يحرقها ببطء، أي أنه في أنواع مختلفة من الأجسام. هذا هو موضوع حلقتنا اليوم اللي هنتكلم عنه، وهو كيف أرفع الحرق بدون أدوية. أرحب في ضيفتي أو بضيفتي في حلقة اليوم، الدكتورة روان الطواشي، أخصائية التغذية العلاجية وأجهزة نحت الجسم والمدرب الرياضي الدولي المعتمد. الدكتورة روان كمان بكالوريوس تغذية وعلوم أغذية، وحاصلة على شهادة في تغذية المرأة الحامل وشهادة في علم نفس التغذية. حياك الله دكتورة روان وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم جميع المستمعين ألف ألف. الله يسلمك دكتورة روان. ليش كذا؟ ليش في ناس تأكل ما تأكل ما شاء الله تبارك الله ما يبين عليها، وناس نفسها بس في لقمة كذا بسيطة لكن ما تقدر لأنه عارفين أن وزنهم على طول يزيد؟ إيش السر؟ إيش موضوع الحرق؟ يعني هاي كلمة الحرق أكثر كلمة ممكن بسمعها عندي بالعيادة، وخاصة الأشخاص اللي بيكونوا بدأوا يعملوا أنظمة غذائية وما عم يلاقوا أنه عم ينزل عندهم الوزن، وزنهم ثابت شو ما عملوا. فبتقلي هل معقولة أنا بسبب أنه الحرق عندي ضعيف أو الحرق عندي منخفض فأنا شو ما عم بعمل ما عم ينزل؟ هي الحرق، كلمة الحرق أو معدل الحرق هو عبارة عن يعني شيء بسيط جدا، هو طريقة تحويل الجسم الأكل والشرب لطاقة بهالبساطة هاي إذا بدنا نختصرها. تمام. أما هو كمعادلات فهو عبارة عن إنه في عنا آلية الجسم بيحرق فيها، هي بيزل ميتابوليك ريت أو المعدل الحرق الأساسي اللي بيعتمد على أشياء معينة مثل الطول، الوزن، العمر، وأهم شيء أهم شيء الكتلة العضلية. يعني هاي بتعمل فرق تماما بمعدل الحرق بين شخص وآخر، الكتلة العضلية بجسمه. طبعا لذلك بنشوف دائما الميل أو الرجال أعلى نسبة حرق من النساء بشكل أساسي. تمام. بسبب أنه دائما عندهم الكتلة العضلية بشكل عالي. يعني كل ما زادت الكتلة العضلية زاد الحرق. طبعا الكتلة العضلية بترفع الحرق بشكل ملحوظ، يعني احنا بنشوفه عنا بالعيادة بس مجرد ما الشخص
يزيد لو نسبة معينة 100 لل 200 جرام عضل بتلاقي نسبة الحرق ارتفعت من 100 ل 200 كالوري. اوكي. فكتير حتفرق معنا بكمية الأكل اللي حنستهلكها. حلو. نحن البيزل ميتابوليك ريت أو هو معدل الحرق الأساسي، الجسم بيحتاج طاقة يعني بيستهلك الطاقة لحتى يعطينا الوظائف الأساسية من الجسم اللي هي التنفس، الهضم، عمليات الاستقلاب، عمليات الحيوية الطبيعية اللي بتصير بدون أي وعي مننا. هاي الجسم بيحتاج فيها طاقة. تمام. تقريبا هاي الطاقة بتستهلك 70% من نحن الطاقة اللي عم ناكلها، يعني نحن الأكل والشرب اللي عم ناخده 70% بيتحول لطاقة الجسم يكمل فيها وظائفه الحيوية. فإذا كان عنا كتلتنا العضلية عالية حتكون الطاقة عم تستهلك بشكل عالي وما حيصير عنا زيادة بالوزن. في عالم بتلوم أنه حرق عندي ضعيف فالوزن عندي عم بيزيد، إذا كنا نحن عم ناخد بالفعل احتياجنا من الطاقة ما رح يزيد عندي الوزن as long أنه أنا عاملة الحرق عندي مرتفع. طيب عشان ما نتحجج أوكي. ونجلس نقول لا أنا مشكلتي والله أنه الحرق عندي ضعيف وقاعدة آكل 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 وأقول لا. الحرق ضعيف يعني أنا جسمي هو اللي كده طبيعته. كيف يعرف الواحد، كيف يعرف الإنسان أنه معدل الحرق عنده ضعيف أو جيد؟ أوكي. هلا أول شيء في عنا لحتى نعرف عادة الأشخاص كيف بيقيموا إنه الحرق عندهم ضعيف أو جيد، إنه بتعمل دايت ما بينزل وزنه بتلاقي أنا الحرق عندي ضعيف. هذا طبعا تقييم غير صحيح لأنه بيدخل فيه كتير أشياء. ممكن يكون عنا خمول بالغدة، ممكن يكون عنا الجسم ما عم يحرق مظبوط بسبب نقص فيتامينز أو معادن، ممكن مرض، ممكن مثل مقاومة الأنسولين، هي كلها تعمل ضعف. فنحن كتشخيص أو تقييم طبي بنعرف الشخص إذا عنده حرق ممتاز أو حرق ضعيف. أول شيء عن طريق اللي هو قياسات الجهاز اللي بنعمله، جهاز الكتلة العضلية وكتلة الدهون، يعني بيقيس بشكل عام الكتلة العضل، كتلة الدهون، وزن الجسم، المي بالجسم. هلا قياس بيوضح لي بشكل تقريبي، يعني تقريبي للسبعين بالمية دكتور مثلا قديش تقريبا الحرق عندي، يعني 1100 1200 1700، بس هذا استيل لسه فيه نسبة غلط، يعني ما حيكون 100% تقريبي بيوضح لي قديش الجسم عم يحرق. بالإضافة أنه في جهاز تاني اسمه كالوميتر، طبعا هذا يعتبر من أدق الأجهزة، بيحطوا طبعا لازم عن طريق ماسك تتنفسي فيه، بيناموا أوفر نايت، بيناموا بالمختبر عشان يعملوا التيست ما بيكونوا أكلين، فطبعا أكيد هذا بيعطيني 100% طبعا، ومانو يعني عملي هذا بس لأشخاص معينين مثلا رياضيين بدوا يدخلوا بمسابقات عالمية، فلازم يكون في قياسات دقيقة لهم. لكن بالنسبة لنا احنا شيء تقريبي، يعني بس بنوضح فيه انه كتلة العضل قديش مثلا، فبيبين معي الحرق كام تقريبا، بنشوف كيف بدنا نعدل، تحليل الدم ممكن تبين لي انه جسم عن جد صحي فحيكون معدلات الحرق عنده مظبوطة أو لا. طبعا كل ما زاد دقة الجهاز اللي عم نستخدمه لقياس الكتلة العضلية كل ما زادت انه دقة القياسات، بس استر بيضل معادلات تقريبية. في معادلة كمان اسمها يعني equation تبع البي ام ار والبي ام بي ام، يعني اللي بتوضح بس قديش نسبة الحرق نضرب العمر بالطول بالوزن، كمان هي تعتبر تقريبية. ممتاز. هنعرف منك دكتورة روان ايش اسباب انخفاض الحرق بالجسم وكيف ارفع الحرق هذا، وهل في اجسام كذا طبيعتها ما يمكن تتغير، ولا انا اقدر اتحكم في معدل الحرق في جسمي؟ أعرف الإجابة بعد ما نطلع فاصل، ونرجع من الفاصل نكمل حلقتنا. لازلنا نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 012-61-61-100 ورسائلكم على واتس البرنامج 055-66-89-01. أي أحد سوى حمية سوى دايت ويقول إنه الحرق عنده بطيء ممكن يتواصل معنا ويستشير الدكتورة روان في حلقة اليوم وفي موضوعنا اليوم. بعد الفاصل راجعين. والسكري. حياكم الله من جديد مستمعين الأعزاء، وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية في برنامجكم طبابة على ألف أف أم الموجة السعودية، ومع ضيفة حلقتنا الدكتورة روان الطواشي، أخصائية التغذية العلاجية وأجهزة نحت الجسم والمدرب الرياضي الدولي المعتمد. حياك الله دكتورة روان مرة تانية. أهلا وسهلا فيك. يا هلا. طبعا بإمكانكم التواصل معنا مستمعين الأعزاء على هاتف البرنامج 012-61-61-100 أو إرسال رسائلكم على واتس البرنامج 055-66-89-01. وقبل ما نبدأ حلقتنا معنا اتصال نقول ألو يا هلا وسهلا.
ألو، حياك الله، تفضل. من معي؟ السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا ومرحبا. أبو رهف معك يا أبو. عفوا؟ أبو رهف. هي أهلين أبو رهف، تفضل يا أخوي. الله يسعدك. كنت بس بستفسر من الدكتورة، ما شاء الله تبارك الله أنا باكل يعني ما شاء الله تبارك الله بشكل مرة كويس، عاد ما شاء الله تبارك الله ما بيبان هذا الشيء فيه يعني. طيب يعني هذه نعمة، هذه ميزة كويس، الحمد لله ما شاء الله عليك. الحمد لله، بس أنا كنت أزيد الوزن وماني قادر، هذا القصد. أنت تبغى تزيد وزنك، ما تبغى الحرق الزايد هذا. أيوة تمام، الله يسعدك. طيب ابشر، حاضر جاوبك الدكتور ان شاء الله. الله يعافيك. طيب دكتور، السؤال حق ابو رهف هو من ضمن اسئلتنا اليوم في الحلقه، فعلشان ما يعني ما ناخذ المحاور نغير الترتيب، خلينا نمشي كده بترتيبنا وبعدين نجاوب على سؤال ابو رهف. تابعنا ابو رهف وراح تعرف الاجابه ان شاء الله على سؤالك. طيب دكتوره روان، كنا نقول ايش الاسباب اللي بتخلي الحرق في الجسم يقل، ما يصير في حرق جيد يعني؟ يعني أهم شيء ممكن يكون واحد اتبع نظام سيء جدا، مثل نظام الجوسينج على فترة طويلة أو أنظمة الحرمان. هاي الأنظمة بتخلي الجسم بستارفيشن مود أو بمجاعة. يعني الجسم بصير بيستجيب إنه أنا هلأ فايت بمرحلة مجاعة، خليني نزل الحرق لحتى حافظ على الجسم. يعني خلينا نشرحها أكثر. الجسم لما الشخص يعمل نظام غذائي أو حمية أو دايت، الجسم يقول كأنه أنا داخل على مجاعة، فيبدأ يخاف فيقلل الحرق علشان يحافظ على الوزن. وظائف الجسم، ما هي وظيفة الجسم إنه يحافظ علينا نكون عايشين أحياء. يعني هذا بسبب العقل طبعا، على طول بيبدأ يشتغل، يخاف ايه. من starvation mode بالنسبة له بتشغل له كل مراكز التوتر إنه في عنا مشكلة، وهلأ نحن لازم نخفف حرق للدهون لأنه نحن على مرحلة فاتين على مرحلة مجاعة. أيوة. طبعا هذا مو شيء بيصير بيوم أو يومين، ممكن الشخص يكون على هاي الدايت السيئة لمدة مثلا شهر أو شهرين، وبالفعل ببلش الجسم يخفض الحرق. يعني ممكن الجسم الطبيعي يحرق من 1200-1500 حسب طبعا إن العمر الجنس الطول الوزن، يصير ينزل 400-500 سعرة عن المعدل الطبيعي بس ليحافظ على الجسم. حتلاقي حالك عم تتعب بالدايت، دايخ ناقص فيتامينز ومعادن بالجسم، الشعر عم ينزل والوزن ما عم ينزل، قمة الأحباط بيكون. هاي أول سبب ممكن يؤدي لانخفاض الحرق. في أسباب صحية، ممكن الجسم يكون صحيا في عنده مشكلة بيولوجية بتعيق النزول، مثل خمول الغدة الدرقية، لأنه الغدة الدرقية مسؤولة بشكل أساسي عن عمليات الميتابوليزم. إذا صار عندي خمول أو عجز مثلا بعمل الغدة، وظيفة الغدة، منلاقي عنا بطء بالحرق. أكيد هذا الشيء له علاج، في بدائل اللي هو هرمون الثيروكسين بياخدوه، بس طبعا تحت إشراف طبيب ولازم تحليل خاصة. تمام. ممكن نقص بفيتامينز أو مينرالز معين مثل الحديد، الفيتامين د، الفيتامين بي، لاقي إنه جسم ما عم بيقوم بوظيفة الحرق ومعادلات الـ ATP اللي هي تحويل الطاقة يعني لمصدر للطاقة يستهلكه الجسم، ما عم بتتم بشكل صحيح. سبب إنه الجسم ما هو صحي، ما فيه فيتامينات والمعادن الجسم بحاجته. في مشكلة اللي هي مقاومة الأنسولين، أكيد كتير عم نسمع عن صحيح. مقاومة الأنسولين، شو هي مقاومة الأنسولين؟ لما الشخص يصير عنده مقاومة بالأنسولين، يصير أي نوع مثلا نشويات بياخده، إذا ما كان النوع يعني اللي هو complex carb أو نشويات معقدة، حلاقي الجسم ما عم ينزل الوزن قد ما تبع أنظمة إنه مثلا ماشي على سعرات حساب سعرات حرارية. حلاقي الحرق عنده أضعف من غيره، وبالفعل هدول أشخاص كتير بلاقي عن يعني بيجوني العيادة بيكونوا محبطين، جربوا كل الوجبات، جربوا يشتركوا بريجيمات، عملوا السعرات، ما عم ينزل عندهم الوزن. وأكيد خربطت الهرمونات، يعني بعض النساء بعد الولادة ارتفاع هرمون معين مثلا هرمون البرولاكتين، حلاقي الجسم بطيء الحرق عنده. تمام. كل هذه الأشياء بتخلي أنه الحرق ينزل، يعني الجسم كان طبيعي في الحرق بس صار فيه أشياء يعني دخيلة أو أشياء جديدة قللت من نسبة الحرق عنده. صحيح. وممكن هذا كله عم نحكي نحنا شيء بيولوجي، شيء يمكن هو ما يعرفه إلا عن طريق متابعة مع طبيب أو استشارة أخصائي. بس في شيء يعني ممكن إذا كان كل هالأمور عنده صحية وتمام، أول شيء ما يتبع نظام سيء ما فما بينزل عنده الحرق. شغلة تانية، الكتلة العضلية. الكتلة العضلية هي أقوى عامل حرق بالجسم. الكتلة العضلية هي عن جد مفاعل الحرق بالجسم. مجرد ما الشخص عنده كتلة عضلية ممتازة بيكون الشخص بالحرق عنده ممتاز، إذا مثل ما قلنا الأسباب القبلة كانت تمام يعني ما فيها مشاكل. فننتبه على موضوع الكتلة العضلية، نقص الكتلة العضلية ممكن يكون له دور أساسي في انخفاض الحرق. تمام. طب إيش اللي ممكن يخلي الكتلة العضلية تنقص يا دكتورة؟ أوكي،
هلا ممكن الشخص ما بياكل بروتين بس اكل البروتين لحاله على فكره بدون ما تمرني العضله ما بينفع، لازم رياضه بالضبط لانه بالنهايه الرياضه حتحول حتحرك الدوره الدمويه وتوصلها للعضله، فالغذاء حيوصل للعضله، العضله حتنمو. اما انه نحن بس عم ناخذ بروتين وناخذ بروتين شيك ما راح يزيد عندي العضل. تمام. طيب حضرتك قلت انه من العوامل اللي بتؤدي الى انخفاض الحرق وبالتالي زياده الوزن العمر، العمر له دور صح. هل معنى كده انه احنا كل ما كبرنا في العمر كل ما زاد قل الحرق فبالتالي عشان كده يزيد وزننا؟ وكيف ممكن نتعامل مع هذه المشكله؟ احنا بنكبر في العمر بس محافظين على اوزاننا. اكيد صحيح. احنا في اكيد دراسات بتاكد انه بس لما الشخص يتقدم بالعمر بينزل عنده معدل الحرق، هذا شيء كتير محبط كطبيعة، انه الشخص حاسس انه في شيء خارج عن ارادته عم بيصير فهو مو بايده. فينا نتحكم بها، يعني الجود نيوز والخبر السار انه فينا نتحكم بهذا الشيء عن طريق ممارسه الرياضه. وانس احنا بلشنا نمارس رياضه نحافظ على كتله عضليه قويه، فينا ندخل بعمر الستين والسبعين ونحن الحرق عنا ممتاز مثل عمر العشرين. أهم شيء إنه نحن نحافظ إنه يكون عنا كتلة عضلية. إذا طبعا ما في، يعني هنا بيربطوها بالتقدم بالعمر لأنه بتكتر الأمراض وبصير شخص أحيانا ما عنده قدرة يقوم يتمرن أو شيء فبتضعف الكتلة العضلية. وانس إحنا بنينا من العمر، من هلأ بنينا كتلة عضلية، حافظنا على إنه نزيد الكتلة العضلية إن شاء الله مع التقدم بالعمر منضلنا عم نحرق مزبوط، حتى لو اختلف شوي الحرق بس استال بيكون عندنا الحرق، يعني حيحافظنا على وزننا. عشان كذا أحيانا أشوف ناس، أحيانا رجال في عمر الستين مثلا لكنه رشيق أو تلاقي جسمه ما شاء الله متناسق صحيح. وفعلا يعني لما نركز نلاقي عنده كتلة، عنده عضلات صحيح. فوجود العضلات سواء عند الرجل أو المرأة، طبعا العضلات عند المرأة ما بتكون بنفس التركيب أو الشكل عند الرجل، لكن وجود كتلة عضلية موجودة في الجسم هذه بتساعد على أنه الوزن ما يزيد، لأنه هي بتخلي الحرق دائما جدا مرتفع. دائما مرتفع، دائما عنده فليكسيبيليتي، يعني خبص مثلا بالويك اند سافر خبص بتلاقي الوزن عم يتراوح بين كيلو وكيلين وبيرجعوا بينزلوا بسرعة. جميل. فبيضل محافظ. ممتاز. طيب أنا هعرف من حضرتك بعد الفاصل كيف ممكن نرفع حرق الدهون في الجسم بدون ما ناخذ الأدوية، خاصة أنه في أدوية كثيرة موجودة الفترة هذه، موجودة الناس تأخذها أدوية تخلي الدهون ما تمتص، أدوية ما تزود الحرق، أشياء كثيرة. يعني هنعرف من حضرتك كيف أرفع الحرق علشان وزني ما يزيد وما يكون عندي سمنة بدون تدخل كيميائي وبدون أدوية، بس بعد ما نطلع فاصل نرجع بعد نكمل حلقتنا. لازلنا نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 012-61-61-100 ورسائلكم على واتس البرنامج 055-66-89-01. فاصل وراجعين. والسكري. ويا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم في برنامج طبابة على ألف ألف أف أم الموجة السعودية، ومع ضيفتنا دكتورة روان الطواشي أخصائية التغذية العلاجية وأجهزة نحت القوام والمدرب الرياضي الدولي المعتمد. موضوعنا اليوم كيف نرفع الحرق علشان نحافظ على أوزاننا بدون أدوية. لازلنا نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 012-61-61-100 ورسائلكم على واتس البرنامج 055-66-89-01. حياك الله دكتورة روان، أهلا وسهلا فيك من جديد. أهلا وسهلا فيك. تمام. طيب دكتورة، يعني احنا قلنا آخر حاجة إنه الحرق بينخفض بالتقدم في العمر. طيب إيش فائدة الحرق المرتفع؟ ليش نحرص على إنه الحرق عندنا دائما يكون مرتفع؟ يعني بس تضيف معلومة، بس قلنا فينا نرفعه كمان، يعني ما نحبطهم للتقدم بالعمر، فينا نرفعه. أنت قلتي المعلومة إذا صحيح. زودنا الكتلة العضلية صحيح. وقلتي إنه الرياضة يعني هي فعلا المفتاح لكل هذه الأشياء. صحيح. الرياضة ونعرف كيف نزود الكتلة العضلية. في تركات لهلا بحعلمون إياها حيوم. أيوه. إن شاء الله. تمام. الوقت اللي نحن بنحتاجه لنرفع الكتلة العضلية بيحتاج تقريبا من 2 إلى 3 شهور لحتى نحن نغير تماما بالجسم. يعني نحن لحتى نرفع الكتلة العضلية نزيد الحرق، وكمان إذا كان في أي مشكلة صحية نعالجها. من مثلا إذا كان نقص الفيتامينز نقص المينرالز ما بنحتاج من أكثر من 2 إلى 3 شهور، أكيد بطريقة تنظيم أكلنا للبروتين، كمية البروتين، ممارسة الرياضة،
وطريقة الرياضة، يعني إحنا لما ندخل المقاومة رفع الحديد والريستينج أهم شيء بين يعني بين التمارين، مو بس كل يوم كل يوم نتمرن، لازم نعطي فترة للتشافي والاستشفاء لبناء العضلة. تمام، يعني أنا بعطي جسمي وقت للراحة وفي برنامج معين أمارس فيه رياضات معينة، حركات معينة بأوقات معينة، يعني لازم يكون في معايا مدرب، ما ينفع إنه أنا أبدأ كده مع نفسي. صحيح، يعني أحياناً بتبلش واحد مع نفسه بيلاقي حاله ضاع ومحبط. أيوة. هاي المشكلة إنه بس لما نوصل لمرحلة إنه أنا جرب كل شيء وشيء ممكن ما يكون مناسب لإلي وما أوصل لنتيجة، حاول الحرق عندي ضعيف. عشان كده في ناس كثيرة تعمل الحمية بس ما تجيب نتيجة معها. بالضبط. فيوقف يقول والله أنا طبيعة جسمي كده إيش أسوي. بالضبط. أبي يروح ببلش يلجأ للأشياء الثانية. يأخذ أدوية حرق. أدوية. يقول لك هذه أدوية ما لا داعي. فوت بي تكميم ما تكميم وشغلات، يعني صراحة هو بيكون عن جد جسمه ممتاز بس بده التوجيه والخطوات الصح. نفهم طبيعة جسمه إيش هي وبناء عليها نبني له الخطة اللي يقدر منها يضبط الأمور هذه كلها. طيب في معانا اتصال، نقول أهلا وسهلا. ألو، السلام عليكم. هلا. وعليكم السلام، حياك الله أخوي، تفضل. مين معي؟ جبران. حياك الله أخوي جبران، تفضل. الله يسعدك الغالية. بالنسبة للوزن الزايد وأن عد العمر صغيرك، إيش المشكلة يعني وإيش الطريقة لتخفيف الوزن؟ كم العمر؟ 21 سنة. والوزن كم؟ 102. 102، الله يعطيك الصحة والعافية. طيب سؤالك، هل مثلا عمل تحاليل فحوصات عشان يشوف هل في مشكلة موجودة في الجسم، كسل مثلا في الغدة الدرقية زي ما قالت الدكتورة روان، أو أي مشاكل صحية تانية؟ ما سويت فحوصات ولا فيني شيء الحمد لله. طب خلينا نسمع دكتورة روان إيش رأيها. يعني أول شيء لازم نبدأ نشوف نعمل تشيك أب كامل على الجسم، إذا في أي مشكلة صحية بتتعارض مع نزول الوزن، مثل قلنا مقاومة الأنسولين، خمول بالغدة الدرقية، السكر التراكمي بيوضح لي كمان إذا في عندي بداية ما قبل السكري، بتأدي كمان إنه الوزن ما يكون عم ينزل بس لما نبلش أي حمية أو نظام غذائي. بعد ما نعمل الفحوصات الدم ونتأكد، بعدها نعمل فحوصات اللي هي قياس الكتلة الجسم، نشوف الكتلة الدهنية، الكتلة العضلية، هل العضل عنده مناسب أم منخفض، هو كمان عم يخليه الحرق عنده بطيء. بعدها مننظم جدول غذائي مناسب، مو بس لاحتياجاته من السعرات، لا لحالة جسمه. يعني أي نقص بفيتامينز أو مينرالز أو أي مشكلة عنده، مثلا مثل مقاومة الأنسولين أكثر مشكلة شائعة عم شوفها لما الشخص يكون عنده زيادة بالوزن، في يعني عم شوف يا مقاومة أنسولين يا بتلاقي عنده الجهاز الهضمي البكتيريا فيه مخربطة. وبالفعل الدراسات لقيت أنه بس ما تكون البكتيريا بالجهاز الهضمي غير منتظمة، عنده حالة ارتجاع أو إمساك أو إسهال أو جرثومة المعدة سابقا، أو عنده قولون عصبي متكرر، حتلاقي عنده نزول دائما في الحرق، بالحرق عنده دائما ضعيف، دائما عنده مشاكل بنزول الوزن. نحن منصلح من جوا ومنبلش نشوف انعكاس من برا على الوزن، على الصحة، على النفسية حتى. بس كمان قبل كل هذا لازم الشخص يراقب هو إيش بيأكل. طبعا. يعني احنا ممكن يكون في مشكلة صحية في الجسم، ممكن يكون في كسل في غدة، ممكن يكون في أمراض ذكرتها الآن الدكتورة روان. صحيح. بس قبل كل هذا انت ايش بتاكل الصباح، ايش الوجبة اللي بتاكلها، الظهر، العصر، العشاء او العشاء، يعني بعد العشاء وفي العشاء ايش تاكل، هل تاكل وتنام مباشرة، هل تتحرك ولا ما تتحرك، كل هذه الأشياء برضو يعني. صحيح. نظام حياتك كيف هو وإيش طبيعة الأكل اللي تاكله، نسبة الدهون في أكلك قد إيش، كل هذه أشياء ممكن تكون عوامل. أحياناً العصائر، يعني أحياناً واحد بياخذ سعراته عن طريق الشرب، تلاقي أنه أنا ما بأكل وجبتي، يا دوب بأكل وجبة واحدة باليوم، بس هاي الوجبة اللي بيأكلها مثلاً كلياتها سكريات ومشروبات غازية وطول وقت عصائر ونقاريش، هاي بتكون عم يأخذ أكثر من 2500 سعرة بدون ما يحس وأعلى من احتياجه وبدون ما يكون عم يأكل عن جد. تمام. طيب احنا قلنا انه الشخص بيحتاج 2 إلى 3 شهور علشان تبدأ تتكون الكتلة العضلية وبالتالي يضبط موضوع الحرق، يعني هذا التحويل للجسم كامل، بس حيبلش يشوف نتيجة من أول 10 أيام. هو بدأ التزم فيها، يشعر بفرق من أول 10 أيام، يشعر بفرق وبيشوف نتائج حتى بالنزول، النشاط، تلاقيهم مبسوطين، بس يجوا لعندي تلاقيهم مبسوطين إنه النفسية تتحسن بكتير، يعني صح. عم يشوف نتيجة، بيحس إنه عن جد بلش يمشي على الطريق الصح. تمام. طيب هل في دكتورة أكلات معينة بتقلل الحرق مثل ما هو شائع؟ يعني ما في أكلات مثل ما قلنا، ما في أكلة معينة هي السبب إنه بتقلل الحرق، بس في عنا الأنظمة هي السيئة اللي مثل العصائر، الجوسينج، هدول أساسي إنه
بيخفضوا الحرق بفوتوا الجسم بالستارفيشن مود المجاعة. الجسم بيستجيب انه اوه في مشكلة عم بتصير خليني بطئ الحرق لا استهلك كل السعرات اللي عندي. بلس انه ممكن نحنا انه يكون طريقة اكلنا كل شوي بناكل نشويات وسكريات هي اكتر شيء بيخلي الجسم يخزن دهون وما يستهلك السعرات الحرارية كمصدر للطاقة. بيرفع عنا اول ما كل ما جاع بياكل له تمرة بياكل له شوكولات بياكل له شيء فيه سكر يرفع معدل سكر الدم بينفرز الأنسولين بتصير تخزين بالدهون بيرجع بيجوع بعد ساعة أو ساعتين بيرجع على هالمواد. فرق بين هاي الأكلات والأكلات اللي فيها بروتين وفيها دهون الجسم بيحتاج طاقة لحتى يحرقها. تخيلي أنت عم تاكلي شيء جسمك عم يحتاج طاقة لحتى يحوله لطاقة. فالبروتين غير أنه بيشعرنا بالشبع لفترة طويلة غير أنه فيه كتير من الهرمونات السعادة. يعني الإنسان بيأكل بروتين أو لحم أو دجاج طبعا كمية معتدلة المناسبة لاحتياجه بتحسن من هرمونات السعادة عنده. فكل هذا حيخلي انه الجسم عم يحرق احسن وما عم يبطأ عنده الحرق مثل الشخص اللي كل شوي معتمد على النشويات خبز رز مكرونة بطاطا سكر حلى تمر عصير هاي كلها سبحان الله كمان بتأثر حتى على الحالة المزاجية للشخص طبعا المود عنده بيتغير طبعا. انت بعد ساعة لساعتين من تناول السكريات بتنخفض عنده سكر الدم ايه؟ بصير الجسم بيفرز الكورتيزون هرمون التوتر عشان يعدل سكر الدم. صحيح. طيب معنا اتصال نقول ألو يا هلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخوي من معي أبو شهد من جديد. حياك الله أبو شهد تفضل سؤالك. الله يسعدك. بسأل عندي بنتي ما شاء الله عمرها 14 سنة. أيوة. يعني متينة كتلة العظمى يعني فيها مسل ما شاء الله. ما شاء الله الله يحفظك. كم وزنها تقريبا؟ من عمر 9 سنوات بدأ المتل يزيد وأكثر من ناس شافوها خالاتها وقالوا يقولوا مسلها مو طبيعي يقول هجل في الغدة لا تأثير أو شيء زي كذا. رغم إنها مخفف أكل يعني أمها جاهز معاها إنها تخفف الأكل. صارت توصل الى حد وجبه واحده تقريبا في اليوم. طيب دكتوره روان عندك سؤال يا دكتور تفضل. او عملتوا لها تحاليل الغداء ولا بس؟ لا 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 لسه والله ولا شيء. طيب احنا حسبناها يعني شفنا عجيب بس في ناس قالوا نروح نفحص عليها ونشوف. لا عملوا له تحليل الغدة تحليل السكري ممكن يكون الطفل إذا عنده زيادة بالوزن معرض للإصابة بالسكري أو ما قبل السكري ممكن تأثر حتى على معدل الحرق عنده وأكيد وجبة واحدة بالنسبة لعمره غير مناسب تماما. غير مناسب. لا لازم تأكل من 2 لـ3 وجبات بالنهاية هي عم تروح على المدرسة عندها مجهود بتركز بالدراسة بس تكون الوجبات متوازنة ومناسبة لاحتياجاتها. تمام. طيب الله يعطيك العافية أبو شهد شكرا لك حياك. طيب لازالت حلقتنا مستمرة معك دكتورة روان الطواشي وهنعرف منك بعد الفاصل إيش هي الخطوات اللي ترفع الحرق بشكل طبيعي وهل في أدوية أو مكملات غذائية معينة ممكن أنها تزيد من الحرق بدون أضرار على الجسم وبدون كيميائيات أو مواد كيماوية. نعرف الإجابة على هذه الأسئلة بعد ما نرجع من الفاصل. لازلنا نستقبل أسئلتكم على واتس البرنامج 055-66-89-01 وفاصل وراجعين. والسكري. حياكم الله من جديد مستمعين الأعزاء وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية في برنامجكم طبابة. وصلنا للجزء الأخير من الحلقة ولسه باقي عندنا محاور كثيرة نبغى نتكلم فيها مع ضيفتنا الدكتورة روان الطواشي أخصائية التغذية العلاجية وأجهزة نحت الجسم وعندنا كمان أسئلة كثيرة جاتنا من المستمعين. فأنا صراحة يعني باقي عندي 7 دقائق في الحلقة ماني عارفة كيف أقول المحاور ولا أخذ أسئلة المستمعين ولا هنحاول يعني من هنا ومن هنا. طيب عشان بس دكتورة نحاول برضو ما نزعل المستمعين هم عزيزين مرة علينا هناخد بس سؤال واحد معلش ممكن نكمل محاورنا في وقت تاني بس عشان الأسئلة دي جاتنا. احنا قلنا كيف نرفع الحرق بشكل طبيعي هذه كده نقولها بسرعة عشان هذه هي محور حلقتنا اليوم. طب اوكي في عنا 11 عنصر حأذكرهم بشكل سريع ورقة وقلم على السريع. التناول الأسماك الدهنية فيها الأوميجا 3 بترفع بناء العضل والأداء الرياضي. عنا الأرجينين بحسن من المكملات الأرجينين بحسن تدفق الدم للعضلة وبالتالي نموه. طبعا هذا كله لازم إذا في أي مكمل حناخده تحت إشراف
مختص. الأرجينين هذا ممكن يجيبه من الصيدلية ولازم يوصف الدكتور؟ لا ممكن مكمل هو مكمل. بس لازم يكون تحت أنه يعمل تحت وظائف الكلى وبعدها نقدر ناخده. تمام. مو أي شخص يعني هذا المكملات الصحية بس مو أي شخص ياخده. تمام. أوكي؟ الاستيلكارنتين بيعمل مثل رفع حرق الدهون وزيادة حرق الدهون واستهلاك الدهون من العضلة. فيعتبر مكمل ممتاز. طبعا تناول القهوة باعتدال بيرفع معدل الحرق، تناول البروتينات بحسب احتياج الشخص بيرفع معدل الحرق بالجسم وبيساعد على بناء العضل اللي حتأدي لرفع الحرق وبناء العضل. خل التفاح إضافته طبعا للأشخاص اللي ما عندهم مشاكل بالجهاز الهضمي مع الوجبات الأساسية مع شرب مي كافي، طبعا هذا يعني لازم يحذر منه الواحد. بتؤدي لضبط سكر الدم والانسولين، بتؤدي خلي التفاح الطبيعي العضوي، خلي التفاح الطبيعي العضوي طبعا. أيوة. مع مي ما ناخده. وللاشخاص اللي ما عندهم قرح ما عندهم مشاكل بالجهاز الهضمي او التهاب في المعده، التهاب في المعده بتؤدي لضبط سكر الدم، خفض الانسولين وبالتالي خفض الوزن. التشيلي بيبر والكاين هي اللي بيستخدموها الهنود اكثر شيء، اخواتنا الهنود بالطبخ، تؤدي لتخفيض الحالة الالتهابية بالجسم، تحسين وتخفيف من مقاومة الأنسولين، تكبح الجوع وبتعلي الحرق. عشان كذا الهنود أغلبهم دائما نحاول لأنه عندهم في أكلهم بيستخدموا هذه الأشياء دائما فبتحرق عندهم. هي تعتبر يعني من المكملات، فينا ناخدها مكملات، فينا نحن نضيفها على طبخنا بشكل طبيعي. تمام. نشرب مي بشكل ممتاز، 70% من تكوين العضل مي. أشخاص مقصرين بشرب المي، أشخاص يعني كلياتهم اللي بيأثروا بشرب المي بيلاقوا عندهم الكتلة العضلية ضعيفة. والتمارين، التمارين اللي هي هاي انتنسيتي اللي فيها كثافة عالية بترفع دقات القلب، هي بتساعد على بناء العضل، رفع الحرق بالجسم. طيب والنوم قبل ما اخر نقطة. حلو. طيب النوم بالنسبة للتمارين، هل المشي اللي هو نص ساعة في اليوم هذا ما هو كافي؟ المشي حيساعد انه يحافظ على الكتلة العضلية، بس شخص عنده كتلة عضلية ضعيفة ما حيبني له عضل. لازم ياخذ برنامج رياضي مدروس. اذا كان اذا كان قدران يمارس الرياضة، اذا عنده اصابة او عنده مشكلة، في هلأ صار أجهزة وتقنيات حديثة يعني موجودة أنه بتساعد على بناء العضل بدون ما أنت تتمرن، بتساعد أنه تبني العضل. طب حلو هذا والله، كنا نبغى الكلام في الموضوع هذا. في ناس تقول لك أنا أبغى الأجهزة اللي تساعدني هذه، أبغى حاجة كده أبدأ حاليا يعني موجود عنا بالعيادة بيساعد على بناء العضل، يعني بيعمل على 20,000 انقباض للعضلة بالجلسة الواحدة، فهذا مناسب إذا شخص عنده إصابة أو ضعف في عضلة معينة أو عنده مشاكل في الركب ما يقدر يلعب رياضة، من أوله نحن وقتها العضلة نفسها، وبعدها ببلش مثلا بالمشي شوي شوي، بالبايسيكل شوي شوي، السباحة لتقوى تماما العضلة. طيب استأذنك ناخذ الأسئلة لأنه ما عاد باقي وقت. خلاص. طيب عندي كم يعني مستمع أرسل لنا قال السلام عليكم، نبغى جواب سؤال أبو رهف. كل المستمعين بيطالبوا بالإجابة على سؤال أبو رهف. السؤال اللي هو كان يقول أنا آكل كثير الحمد لله لكن وزني ما يزيد، هو يبغى يزيد وزنه. السؤال يا دكتورة النحاف، كيف يزيدوا وزنهم؟ نحن دائما مركز على زيادة الوزن وما مركز على الأشخاص اللي عندهم النحافة، بيكونوا عن جد مشكلة كبيرة وبيكونوا محتارين إنه أنا ما أصلا ما عندي شهية لأكل هالقد. أول شيء بنتأكد إنه ما في مشكلة بيولوجية اللي هي الغدة، إنه رف إنه الغدة عنا عم نشاط. تشتغل فرط نشاط الغدة هو اللي مؤدي لزيادة الحرق. أول شيء بنتأكد، وغالبا على فكرة يعني 90% منهم ما بيكون عندهم مشكلة بالغدة الدرقية، بيكون طريقة أكلهم إنهم بيأكلوا وجبة واحدة أو هنن بيأكلوا كميات كتير قليلة. نحن ممكن ما نعتمد إنه نزود السعرات الحرارية عن طريق الأكل، لا ممكن نحن نزود وقت السعرات الحرارية عن طريق الإضافات على الأكل والشرب. يعني الناس نقولهم ما تشربوا عصائر لزيادة الوزن، من نحن دول أشخاص نقولهم ممكن عصائر السموذي تدخلنا من 400 إلى 500 سعرة وأنت بس مجرد شربت. ممكن إضافة بذور الشيا لسلطاتنا أو بذور الشيا لعصائرنا نضيف لنا من 200 ل 300 سعره، هذا غير المشروب نفسه. تمام. فطبعا ما بدنا ان نحن نزيد وزن عن طريق انه نضلنا نشرب سكر، لازم نتمرن لحتى نزيد الوزن عن طريق بناء العضل. تمام. طيب هل في تمارين يا دكتوره تزيد الوزن؟ يعني احنا قلنا التمارين اللي بتزيد الكتله العضليه هذه بتخفض او بتساعد على الحفاظ على وزن سليم. تمام. طيب هل في تمارين ممكن يمارسها الشخص تزيد من الوزن أو تخلي الجسم فعلا ممتلئ أو يشعر أنه ما عنده يتخلص من النحافة؟ الويت ليفتينج، رفع الأثقال، رفع الأثقال من أهم الرياضات للشخص ليزيد عنده الكتلة العضلية، بالإضافة يعني يرفع أثقال لحاله بدون ما يعرف الريبتيشن التكرارات، يعرف قديش الراحة والريكفر بين العدة والعدة هي بتلعب دور، لأنه نحن ممكن إذا كانت الراحة مثلا فترة قصيرة تكون عم تشتغل على الحرق، راحة فترة أطول مثلا لمدة دقيقة تشتغل على بناء العضل، فنحن لازم نكون عم نعرف يعني لازم كوتش بالمختصر.
وبلس ممكن انه بالاضافه للبروتينات اللي هو عم يتناولها نشوف اذا في بحاجه انه ياخذ مكملات اذا ما عم يقدر يوصل لاحتياجه من البروتين. انا ما ادري اليوم الوقت قاعد يمر كذا ماني عارفه طب هاخذ السؤال عشان ما تزعل علينا. تقول الله يعطيكم العافيه. سؤالي هو انا ماشي على نظام غذائي من اكثر من 20 سنه، امارس الرياضه يوميا وامشي كل يوم ساعه على الاقل وما اكل حلويات كثير ولا معجنات. الحمد لله وزني تمام، لكن قبل سنتين بالضبط خفت الهمه على الرياضه وخففتها الى 3 أيام في الاسبوع بسبب اوجاع في الظهر. الف سلام عليك. تقول هذه الاوجاع خلتني اوقف وبدا وزني يزيد، سويت فحص الغده الدرقيه طلع الحمد لله سليم، لكن لم افحص مره ثانيه منذ تلك الفترة. هل يجب إجراء فحص دائم على الغدة؟ وكمان هي تقول إنه كان سبب نظام الغذاء إنه هي استأصلت المرارة، لكن هي محافظة على أكلها، ما تأكل أكل الدسم يعني ولا شيء. أول شيء خليني أذكر هلا الغدة الدرقية مو ضروري إنه نحن كل كم شهر نشيك واحد، واستئصال مرارة دائما بيقولوا إنه بس لما شلت المرارة زاد وزني، ما له أي علاقة إذا نحن أكلنا ونظامنا صحي. ممكن نحن لساتنا عم نستهلك السعرات الحرارية اللي كنا عم نستهلكها من قبل ونحن عم نمارس الرياضة. طبعا يعني هيك استشارات لحتى أعرف أنا شو طبيعة الجسم وأعرف أنا عن جد يعني شخص الحالة قدامي، يعني فضل مراجعة عندي بالعيادة. أنا موجودة بعيادات ابتسامة النجوم فرع الأمير سلطان، وممكن أحط لكم رقم للتواصل. ممكن تمام. طيب معلش دكتورة سؤال أخير، وهذا السؤال يعني نأخذ بسرعة، هل في وقت مناسب لبدء تمارين الحرق؟ مثلا هل الصباح، الظهر، المساء؟ طيب أول شيء نحن بقول أفضل وقت للتمرين لنأخذ نتائجه الوقت اللي نحن بنكون متنشطين فيه، بحيث نعمل الأداء بأفضل يعني أفضل أداء نقدر نقوم بالتمرين كامل. ما نكون مو نايمين مظبوط أو تعبانين وروح على الجيم لحتى نشيل أوزان، ما رح نقدر نعمل ولا شيء. طبعا التمرين بالفترة الصباحية ونحن فاسد ما أكلنا حيكون عم بيحرق أكتر من الدهون، بس بالنهاية إذا نحن ما تمرنا مظبوط أو ما كان هو الوقت مناسب لأننا وتمرنا بالليل وتمرين كان ذو كفاءة عالية حيعطي نفس المفعول. تمام. باقي عندي أسئلة كثيرة والله. أنا أزعل لما يعني جيني أسئلة وما أجاوب على المستمعين، لأنه من حقهم إنه إحنا نجاوب عليهم. لكن بنعتذر منكم، الوقت والله اليوم مر بسرعة ما لحقنا، لكن إن شاء الله ممكن تكون معنا الدكتورة روان الطواشي مرة تانية في برنامج طبابة في حلقة يعني مستقبلية بإذن الله تعالى. أنا بشكرك جزيل الشكر دكتورة روان الطواشي. شكراً لمستمعينا. الله يسلمك. أخصائية التغذية العلاجية وأجهزة نحت الجسم والمدرب الرياضي الدولي المعتمد، شكرا لوجودك معنا. شكرا لك. شكراً لمستمعينا. الشكر لكم أنتم أيضا مستمعينا الأعزاء، والاعتذار على عدم إجابة أسئلتكم، يعني معلش سمحونا الوقت انتهى علينا. نلقاكم على خير إن شاء الله في حلقة الغد. انتظرونا حلقة جديدة، موضوع جديد، وضيف مميز من ضيوف طبابة. تقبلوا تحياتي من خلف المايك، أنا نشوى السكري ومخرج هذه الحلقة رائد باراجي، في حفظ الله ورعايته.